السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان نستكمل مع بعض شرح منهج Bridge to Success Grade 4. معانا اليوم Lesson 7. Lesson 7 بعنوان Let's be active. Read and listen. عندنا اليوم قصيدة بعنوان Rope Rhyme. خلونا الأول نشوف شو المطلوب. Read and listen to the poem. هنقرأ ونستمع إلى القصيدة. Find the words in the poem that rhyme with. Rhymes with يعني نفس على نفس الوزن التي يعني تطابق وزن الكلمات. يعني مثلا عندي كلمة in وكلمة spin بينتهوا بنفس النهاية. يعني كلمة rhyme الكلمات التي بتنتهي بنفس النهايات. الكلمات المطلوبة معايا كلمة in, ground, to, ten, about. تمام. بعدين find a word in the poem that means the same as. وهنشوف كلمات بتشبه في نفس المعنى زي love, turn round و begin. نسمع القصيدة ونشوف مع بعض. Rope rhyme. Get set, ready now, jump right in. يعني استعد واقفز هنا. Bounce and kick and giggle and spin. يعني نط واركل وجيجل يعني يضحك بقهقهة. And spin يعني ولف أو دور. Listen to the rope when it hits the ground. استمع إلى الحبل عندما يضرب الأرض. Listen to that clappity slappity sound. استمع إلى ذلك الصوت clappity. عارفين كلمة clap يعني يصفق، كلمة slap يعني يصفع. Listen to that clappity slappity sound يعني استمع إلى هذا الصوت الذي يشبه السقفة والصفعة. نكمل. Jump right up when it tells you to. اقفز الأعلى عندما يخبروك بذلك. Come back down whatever you do. Rope rhyme. وبعدين انزل إلى أسفل عندما come back down whatever you do عندما يطلب منك. Count. And to the rope when it hits the ground. Right up when it tells you to. Come back down whatever you do. Count to 100. Count by 10. وعد بالعشرات. Start to count all over again. وابدأ ان انت تعد مرة اخرى. كلهم مرة اخرى. يعني قول 10, 20, 30 وبعد كده عدهم مرة اخرى. That's what jumping is all about. Get set ready now. Jump right out. That's what jumping is all about. يعني كل هذا عن كل هذه الأشياء كانت عن القفز. Get set ready now. الآن استعد. Jump. اقفز right out. يعني اقفز للخارج. تعال نشوف مع بعض بقى الكلمات اللي احنا قلنا ان احنا هنشوف الكلمات اللي نفس الوزن او rhyming. عندي هنا كلمة in نفس الرايم spin. ground مع sound. to مع do. ten مع again. وكمان عندي كلمة about مع كلمة out. اذا وجدنا كل الكلمات اللي على نفس الرايمينج للكلمات اللي في البوكس فوق. Find a word in the poem that means the same as. عندي كلمات هنا هنشوف الكلمات اللي هي بتناسبها في المعنى. عندي مثلا كلمة love المناسب لها كلمة giggle. كلمة giggle يعني يقهقه يعني يضحك بصوت عالي. Turn around المناسب لها spin يعني يلف أو يدور. وكلمة begin المناسب لها كلمة start. Lesson 7, let's be active. هنوصل draw a line from the number word to the number picture. هنوصل الكلمة بالصورة. يعني عندي هنا 45 مكتوب هنا 45 فوصلناها بها. هنا عندي 10 هندور على الصورة التي تحتوي على number 10 هي A 30 F 15 G. تمام مكتوب هنا 15 50 مكتوب هنا 50
5 مكتوب على التيشيرت 5 و 20 اللي هي العملة ال 20. Number 2 word study. Write the name below each bird and mammals. اللي هنكتب تحت كل صورة للطائر للطيور أو الثدييات. كلمة bird يعني طائر ومامل يعني ثدي أو من حيوانات الثدية. أول صورة عندي هنا صورة owl, owl, penguin, penguin, kangaroo, kangaroo, bear, bear, tiger, tiger. بكده نكون وصلنا لنهاية شرح درس رقم 7 lesson 7. أتمنى أن تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا لاستماعكم. كان معكم مستر إيهاب عادل.